السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد الحميد. في الشرح هذا راح نشوف شلون نسدد قيمة شريحة الانترنت أو قيمة الموبايل في شركة فيفا. أول شيء ندخل على موقع فيفا ونسجل تسجيل عادي، هني نسجل، نكتب هني، نحط رقم النقال أو رقم الشريحة مال الانترنت، كلمة المرور، ونعيد مرة ثانية كلمة المرور، مسجل هني الايميل، وتحط الارقام هذه، الرقم السري مال تحطه هني تحت، وتضغط التالي. بعد ما تضغط التالي راح يرسلك رسالة على الايميل، تفتحها وتسوي اكتف حق الاشتراك. انا مشترك من قبل، راح اضغط على طول دخول، نكتب رقم الجوال هني، هذا طبعا رقم شريحة الانترنت، نحط الباسورد، دخول. بعد ما تفتح الصفحة هذه وفيها رقم الاشتراك الانترنت والاسم، نضغط على الخدمات الذاتية، الخدمات، بعدين تفاصيل الفاتورة، نضغط على تفاصيل الفاتورة عشان نشوف. شفنا الفاتورة فيها المبلغ 9 دنانير، دفعات إلكترونية، سدد الفاتورة، نضغط هني عشان سدد الفاتورة. القيمة المطلوبة من عندنا 9 دنانير، نقول له إضافة، نضغط مرة ثانية، حط صح، نعلم علامة صح هنا، نقول له تأكيد، حولنا إلى شاشة التحويل من البنك. أول شيء نختار اسم البنك، بنك التجاري، وندخل الأرقام هنا، نحط متى تنتهي البطاقة، وندخل الرقم السري مال البطاقة. بعدها نضغط على إرسال، نضغط تأكيد العملية. طبعا المبلغ مسجل هنا 9 دنانير، نضغط تأكيد العملية. بهذا الشكل تم دفع الفاتورة 9 دنانير، تاريخ العملية ووقتها وكل شيء مسجل عندنا هنا، والقيمة إذا بتطبعها أو إنك ترجع مرة ثانية إلى القائمة الرئيسية. راح توصلك رسالة عن طريق الإيميل إنك سددت الفاتورة اللي عليك، وراح تجيك رسالة بعد بالراوتر إنك سددت الفاتورة اللي عليك. ويا هلا ومرحبا فيكم، إن شاء الله يكون الشرح واضح، وحياكم الله.